تقدموا إلى الأمام قليلا أيها الإخوة الأكارم، لأن لنا إخوانا يقفون في الخارج. تقدموا وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تقدموا، فالجو حار وازدحام كثير حتى نأخذ الأجر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، حديث اليوم عن نعم الله وسقيا الماء، وأريد أن أضع بين يدي هذا الموضوع قول الله عز وجل: يا أيها الناس، وأرجو أن ننتبه إلى بداية الآية. قال تعالى: يا أيها الناس، ما قال يا مؤمنون، ما قال يا مسلمون، قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وفي اللغة العربية عندنا شيء يسمى حرف جر زائد، التقدير في الآية: يا أيها الناس هل خالق، الآية تقول هل من خالق، من حرف جر زائد، هنا التقدير هكذا: يا أيها الناس هل خالق، الآية تقول هل من خالق، هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. فالله عز وجل هو الذي يرزقنا، وهو الذي يكرمنا، وهو الذي يفيض علينا، لا أحد سواه. ولقد أخذ إبليس على نفسه وظيفة بالنسبة إليه جد هامة، وظيفة عظيمة بالنسبة إليه، فقال يخاطب الله عز وجل، يحاور الله عز وجل في تلك الصورة التي نقلها الله عز وجل لنا نحن أمة الإسلام حتى نحذر إبليس وخططه وأساليبه. فقال تعالى في سورة الأعراف في الصفحة الثانية: إبليس يحاور الله عز وجل، قال: لأقعدن لهم، يعني عباده، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم، وأرجو أن ننتبه إلى هذا الحوار، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لماذا؟ قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. غاية إبليس، وظيفة إبليس، أن يصد الناس عن شكر نعم الله عز وجل، أن يجعلهم ساكنين بنعمة الله عز وجل عن المنعم. أما قال تعالى: والله أخرجكم، في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لماذا؟ لعلكم تشكرون. فهل نجح إبليس في وظيفته؟ للأسف أقول إن كثيرا من الناس قد سكروا عن شكر نعمة الله عز وجل، وسكروا بالنعمة عن المنعم، ونجح إبليس في وظيفته. وقد عبر الله عز وجل عن هذا المعنى في القرآن الكريم، قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس. ها
هذه الآية لا تحتاج إلى كبير تفسير. إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جمعت المال بذكائي بقوتي، من أعطاك العقل؟ أقول لك حظ. ما تفسير الحظ؟ ليس هناك عند المسلم شيء يسمى حظا، إنما هو تقدير العزيز العليم، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. الذي أعطاك المال إنما هو الله عز وجل، والذي أعطاك الصحة إنما هو الله عز وجل، والذي أعطاك النعم كلها إنما هو الله عز وجل. إياك ثم إياك أن تعتقد ولو للحظة أن هذا المال وأن هذا المتاع وأن هذه القوة التي تأنسها في جسدك إنما هي من عندك. لا، أستغفر الله. اسمعوا إلى هذه الآية في سورة لقمان: ألم تروا؟ الله عز وجل يسأل سؤالا حتى يفتح استفهاما، هذا استفهام حتى يفتح الآذان. ألم تروا أن الله سخر ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة معروفة، والباطنة يقول علماء التفسير هي العلم بالله، اليقين بالله، حسن اليقين بالله عز وجل. هذا من فضل ربي، هذا من كرم الله علي. هذه نعمة باطنة، أن تعتقد وأن تدين الله عز وجل أن هذا الخير كله الذي تتفيأ ظلاله إنما هو من عند الله عز وجل. فإذا عرف الإنسان أن هذه النعم من عند الله عز وجل وما غاب عنه هذا الأمر، لا يمكن أن يكفر النعمة. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الله عز وجل لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. قال تعالى في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ثم قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. وقال العلماء: شكر النعمة من جنس النعمة. مثلا بصرك وسمعك، كيف تشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ أن تسخر هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل. قوتك، عمرك، شبابك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر لنا قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. قال: عن عمره فيما أفناه، ثم قال: وعن شبابه. أليس الشباب جزءا من العمر؟ بلى. فلما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالسؤال مع كونه جزءا من العمر؟ قال: لأن مرحلة الشباب جد خطيرة، وينبغي عليك أن تقدرها قدرها وأن تشكرها. كيف تشكرها؟ أن توظف هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وفي آية: إن الإنسان لظلوم كفار، يجادل بالنعم. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثم قال تعالى، وأرجو أن ننتبه إلى هذا التصوير القرآني: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه كناية عن كبره، عن التكبر. ثاني عطفه يحتقر الناس، لا يرى أحدا أصلا. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي. قال تعالى: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس، هذه تتمة الآيات، ومن الناس من يعبد الله على حرف. ما معنى حرف؟ الحرف لغة هو الطرف، يعني على وجه واحد. إذا كان في صحة، في عافية، في مال، الحمد لله. أما إن اختبره الله عز وجل، لأننا في الدنيا في دار اختبار وابتلاء، ما ترونه في الدنيا، إنسان الله عز وجل أعطاه المال، إنسان أعطاه القوة، أعطاه الذكاء، أعطاه الكلام، أعطاه الفصاحة، أعطاه
الجمال، هذه كلها في الدنيا يقول العلماء توزع توزيع ابتلاء، لا توزع توزيع جزاء. يعني هذا الذي يملك المال ليس أفضل عند الله عز وجل من الذي لا يملك المال، هذا الذي يملك الجمال ليس أفضل عند الله، لا أبدا. هذه في الدنيا قال العلماء توزع توزيع ابتلاء، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وإنما توزع يوم القيامة توزيع جزاء، توزيع جزاء. فماذا عسانا أن نفعل بالنعم؟ قال تعالى، اسمعوا إلى هذه الآية رائعة، فكروا فيها في آخر سورة القصص. الله عز وجل يخاطب قارون الذي كان يملك، قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، يعني مفاتيح الكنوز لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني العصبة العصابة من الناس، الجماعة من الناس لا تستطيع أن تحمل مفاتيح الخزائن، لا أقول الخزائن، مفاتيح الخزائن. وإن وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ثم قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ما أجمل هذه الآية، وأحسن، الله عز وجل يقول لنا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهل نقدر النعم قدرها؟ شكر المال أن تضعه في المكان الصحيح، شكر الصحة والعافية أن تستخدمها فيما يرضي الله، شكر العمر أن يستثمر فيما يكون فيه خير للبشرية كلها. الكلام عن الشكر كلام كثير وكثير. الجزء الثاني من موضوع الخطبة المقرر سقيا الماء. من أعظم النعم هي نعمة الماء. هناك موقف لطيف وموقف خطير ذكره الله عز وجل لنا في القرآن الكريم، ذكر لنا حوارا بين أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، وبين أهل النار والعياذ بالله. اسمعوا إلى هذا الحوار في سورة الأعراف، قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، يريدون قطرة من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بعد أن أخذ أهل الجنة منازلهم وبعد أن أخذ أهل النار والعياذ بالله دركاتهم في النار، حصل هذا الحوار، لأن الله عز وجل ذكر لنا في بداية الحوار ونادى أصحاب الجنة، الآن الحوار بين أهل الجنة وبين أهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أولئك الذين آمنوا بالله ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبيوم القيامة مبعثا وميعادا كانوا من أهل الجنة، فيسألون أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، نعم هناك يوم قيامة وهناك لقاء مع الله، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين إلى آخر الآية. ثم انتقل الله عز وجل إلى الحوار الذي نادى فيه أهل النار أهل الجنة، ونادى أهل النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يقول ابن عباس إن هذه الآية دليل على أن أفضل الصدقة سقي الماء، أن تسقي الماء. والحمد لله هذه بلاد آمنة مطمئنة، نسأل الله عز وجل أن يديم عليها الأمن والأمان وعلى جميع بلاد العالمين. الله عز وجل يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيقول المفسرون إن الله عز وجل قدم الأمن هنا على العقيدة. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم قال واجنبني
وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه عقيدة. قال تعالى قبلها اجعل هذا البلد آمنا، فيقول المفسرون قدم الله عز وجل الأمن على العقيدة في هذه الآية في الذكر لا في المرتبة لنباهة شأنه، لأن الإنسان إذا كان خائفا لا يمكن أن يأتي بأي شيء. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، فنسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على هذه البلدة وعلى بلاد العالمين. لما كانت هذه البلدة آمنة يجبى إليها الخير من جميع أنحاء العالم، ما أرادت الإمارات أن تضن بالخير لنفسها، بل أرادت أن يخرج إلى خارج حدودها حتى تشارك الناس أفراحهم وأتراحهم. فمن هذه المبادرات الطيبة مبادرة الشيخ محمد، وهي سقيا الماء لأكثر من 5 ملايين حول العالم دون النظر إلى دينهم وجنسهم، لا أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي كل كبد رطبة صدقة، يعني كل شيء فيه روح ولو كان حيوان، وأنتم كرامة لم يكن إنسان، فيه صدقة. أما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة بغي من بني إسرائيل رأت، وأنتم كرامة، كلبا يريد أن يشرب من بئر ولا يستطيع الكلب، وأنتم كرامة، أن يصل إلى البئر، فنزل فخلعت خفها ونزلت إلى البئر وملأت خفها فسقت الكلب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: فشكر الله لها صنيعها فغفر لها فأدخلها الجنة وسقت، وأنتم كرامة، كلبا، فما بالكم بمن يسقي إنسانا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعرفنا نعمه بدوامها حتى نحقق البعد الإنساني لعبادة الصيام. ها نحن والحمد لله ننعم بتطبيق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكرت لكم غير مرة أن كل عبادة لها بعدان: بعد تعبدي، نحن نتعبد الله بالصيام، جاءنا الأمر بالصيام فصمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، لأن الطبيب أحيانا قد يمنع الإنسان عن الطعام والشراب، أو إنسان يريد أن يعني يخفف وزنه، فهذا ليس له أجر. أما من ترك الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان بما كان متزوجا ابتغاء وجه الله فهذا تركه إيمانا، هذا بعد تعبدي. أما البعد الإنساني الذي يظهر من خلال هذه المبادرات الطيبة هو أن تشعر بجوع الجائعين، بمسكنة المساكين، بحاجة الجائعين، هذا هو الصائم الحقيقي. والحمد لله نرى الخيام الرمضانية ونرى توزيع الوجبات ونرى مسارعة الناس لإكرام الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الشهر ماذا سماه؟ قال: وهو شهر المواساة. ما أجمل هذا التعبير، سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر المواساة. فاللهم يا حي ويا قيوم أعنا على فعل الخير في رمضان وبعد رمضان، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلتكم الفقهية، وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم وسلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. بارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا وأهلينا وأولادنا فيه من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ثبتنا على طاعتك في رمضان وبعد رمضان، ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.